السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. سيشهد ملعب الاتحاد مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وبورنموث ضمن فعاليات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد السيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة. ورغم أنه لن يفوز باللقب بعد حسم ليفربول له، إلا أن فريق غوارديولا لا يلعب إلا من أجل الفوز، وبالتأكيد سيلعب المباراة القادمة وهو لا يريد إلا الفوز. أما بورنموث فلا بديل له عن الفوز في المباراة للخروج من مناطق الهبوط إلى المنطقة الآمنة، وسيدخل المباراة بروح عالية بعد الفوز على ليستر سيتي في المباراة الأخيرة بأربعة أهداف لهدف. وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، وبالتأكيد سيدخل الفريقان المباراة برغبة في الفوز لتحقيق أهدافهما المختلفة. أما موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث هو يوم الأربعاء 15 جويلية 2020، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت الجزائر، حيث ستذاع مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث على قنوات بي إن سبور كالمعتاد، وستخصص لها القناة الثانية بي إن سبور HD الثانية، وكذلك قنوات سكاي سبور بالإضافة إلى قناة RMC سبور. أما بخصوص التشكيلة فمن المتوقع أن يبدأ غوارديولا بإيدرسون في حراسة المرمى، وولكر وماندي وغارسيا ولابورت في الدفاع، أما دي بروين ورودريغو ودافيد سيلفا في الوسط، ورياض محرز وخيسوس وسترلينغ في الهجوم. أما بخصوص الخطة فمن المتوقع أن تكون 4-3-3. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتواصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.